تعز تحت الحصار الشامل مجددا بعد أن أقدمت الميليشيا على إغلاق آخر منفذ كان لا يزال يعمل في المدينة. شهود عيان أفادوا أن ميليشيا الحوثي أغلقت منفذ حذران غرب تعز وفرضت إجراءات أمنية مشددة ومنعت المواطنين من إدخال المواد الغذائية والمحروقات. وبإغلاق منفذ حذران فإن الحصار يعود مجددا ليلف تعز من جهتها الأربع، في ذات الوقت الذي تحاول فيه الميليشيا إغلاق الطريق الجنوبي الرابط بين تعز وعدن بعد سيطرتها على مناطق واسعة في حيفان جنوب تعز. وبحسب مصادر محلية فإن الميليشيا تسعى لفرض سيطرتها الكاملة على حيفان والتمدد أكثر لتقترب من طور الباحة والأطراف الجنوبية لعدن، الأمر الذي سيمكن الميليشيا من قطع الطريق الوحيد المفتوح الذي يربط بين محافظتي تعز وعدن، وهو ما يعني عودة الحصار الشامل الذي تفرضه الميليشيا على تعز منذ أكثر من عام. الناطق باسم المجلس العسكري العقيد ركن منصور الحساني طالب المبعوث الأممي لليمن إسماعيل الدشيخ أحمد بالضغط على ميليشيا الحوثي والمخلوع لرفع الحصار عن مدينة تعز. وقال الحساني إن مئات المواطنين عالقون أمام معبر حذران بعد منعهم من الدخول إلى تعز من قبل الحوثيين وقوات المخلوع، داعيا ولد الشيخ إلى تحمل مسؤولية والضغط لرفع الحصار عن المدينة. ولكن ما لم يفعله المبعوث الأممي خلال أكثر من عام لا يبدو أنه سيقدم عليه هذه المرة أيضا. دورات من الحصار والموت والانتصارات المؤقتة تلف تعز منذ أكثر من عام، دورات أنهكت المدينة وحولتها إلى أطلال، فيما تذهب كل نداءات الاستغاثة الموجهة للسلطة الشرعية والمنظمات الدولية أدراج الرياح.